سافيتش راح ياخذ مكانه، كره من هناك على الجهه اليمنى، راحت مباشره لنيغويز، يلحق عليها ستون نيغويز، بابا جول 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 جول. فعلا كوكي في الكامب نيو سجل اول هدف المباراه، خطا فادح في دفاع البارسا من راديو كوكي، يسجل ثالث اهدافه هذا الموسم، واحد من افضل اهدافه اذا فاز فريق اتلتيكو مدريد بعشرات المناصرين في الكامب نيو. الاتلتيكو يفتح مجال التسجيل عند الدقيقه العاشره، كوكي في القائمه الثاني، اين كان دفاع البارسا في هذه الكره؟ من هناك صد أوغوستو فرنانديز يخرج الكرة، ما زالت لنيمار، يا له من ضغط نيمار، نيمار باليمنى وباليسرى وجوردي ألبا وجول، جوردي ألبا ميسي وجول، جول جول جول. في الخلف يرتاحوا شوية، إنيستا يوصل على جهة اليمنى ناحية جيرار بيكي، عناصر البارسا رتمها تريد، لا تريد أن تنقسم رتمها، تريد أن تواصل ضغطها على لاعبي فريق الأتلتيكو. سواريز سواريز سواريز، أوبا أوبا أوبا، جول جول جول.